عندما سمع بي التقيت تشرفت بلقاء سماحة السيد الله يحفظه السيد علي سستاني أدام الله عمره، وسمع بي أنه أنا والد شهيد، أجلسني أمامه وقال أنتم يعني فحيث كان هو يعني جالس من سمع والد الشهيد رأسا أنحنى إلي وأمسك بيدي، قال أنتم عوائل الشهداء فخر، ولولا شهدائكم ومجاهديكم والأبطال لاشتعلت المنطقة وتوهمت داعش ومن معها وتفاجؤوا بالشباب الأبطال بهؤلاء المجاهدين، وأنتم يجب أن تفتخروا وأنتم لكم فضلا على الجميع، وبلغ سلامي لكل عوائل الشهداء، لأخ وأم وأب وأخت وابن الشهيد، سلام خاص مني أنا سيد علي سلم لي عليهم جميعا، ويجب أن تفتخروا بأولادكم، لأن أولادكم أبطال، أولادكم مؤمنين لا يأتي مثلهم أحد بعد، ولولا المجاهدين حموا المقدسات، حموا العرض، حموا الأرض، ولكم فضل على الجميع، أنتم عوائل الشهداء وسوف تلتقون بهم وسوف تلاقون يعني ما لا تتوقعونه، فالله اختار بيوتكم والله اختار هؤلاء الشهداء، وكلام كثير مطول بحق الشهداء وبحق عوائل الشهداء، يعني أتذكر بعض الكلام وقال إنه يعني حتى إنه أمير المؤمنين أعتقد قال أمير المؤمنين إنه أحد أعوذ بالله من موتة الجيفة موتة الفراش، اللهم ارزقني الشهادة، قال أين موتة الفراش وأين موتة الشرف والعز بالجهاد، كلها كل الدنيا فانية وكلنا ميتين، وأنظر إلى أين فلان أين فلان أين فلان، الدنيا زائلة الدنيا فانية، ولكن هاي موتة الشرف موتة الجهاد، هؤلاء حموا المقدسات حموا الأرض حموا العرض حموا المنطقة، فيجب أن تفتخروا أنتم، افتخروا بأولادكم وسوف يخلدكم التاريخ، وكلام طويل يعني لا يعني أتذكر يعني قاعد أتذكر بس اللي أتذكر منه، وهو يتكلم أنا أبكي، أحس أنه يعني صح أنا سامع من سماحتك من بعض العلماء من بعض المشايخ على المنبر سامع الروايات تخص الشهداء وتخص منزلة الشهيد والعوائل والبيوت، لكن من تطلع من فم السيد يعني كأنه ما أدري يعني أنا انبهرت يعني بكلام سمحت السيد حقيقة انبهرت يعني قلت هذه في الدنيا زين في الآخرة شلون كيف يعني ألتقي بالأمة عليهم السلام وأولادنا يم الأمة عليهم السلام ويشفعون لنا، ويعني تصورت منظر عجيب يعني ما يعني الله أتصور شلون بالآخرة شلون أولادنا شلون راح يجون يأخذون من باقي الناس في المحشر أو يعني في ذاك اليوم اللي ما ينفع لا مال ولا بنون، ويجون أولادنا هم وأنا يعني على يقين إنه مع الحسين ومع أصحاب الحسين على يقين، لأنهم شباب مجاهد متدين، لا ليسوا معتدين، إحنا شباب ما معتدين، هم دافعوا عن الوطن وعن الأرض وعن كل الأطياف دافعوا، ولا أنا ابني يعني استشهد في مكحول ما رايح مكحول ما رايح يعني شنو يعني شنو الجابرة إنه يريد يحمي الوطن، وهو يعني حتى يعني محمد مر قبل لا يروح يقول إذا تردون أقول لكم أنا ساعة استشهاد شو وقت، وثاني هذا الوطن هذا يستاهل إنه أنا استشهد عليه، هذا العراق عراق الحسين هذا لازم أنا استشهد وما أنسحب، ولا لا تتصور يقول لي بابا لا تتصور إنه أنا أنسحب. علي منصوري ما نطيها والله ما نطيها، علي منصوري ما نطيها والله ما نطيها، وما أنطي مكاني نهائيا إلا أنا ميت، حتى في يوم من أيام يعني قبل لا يروح مش واقفه قلت له أشتري لك سيارة لا تريد أوديك لأوروبا، يقول لي أنت أبوي مستحيل أنت أبوي، يعني أنا إذا تقول لي روح أوروبا أو هاجر إلا أنا مو ابنك، يقول للأمة يقولها أبدل الجنة بحديدة
شنو سيارة شنو يعني إلى هكذا يعني باع يعني يعني إنسان صايم مصلي مخمس فهنيا إليه. فأنا من أتذكر من ظلي سماحة السيد يحكي ياي وتذكرت كلامك قبل فترة هم التقيت بعوائل الشهداء اللي هم اللي الشهداء 9 و10 اللي استشهدوا مكحول الشباب دول الحلوين الورود ظلوا 3 أيام هناك في مكحول والتقينا التقيت بأمهات وأباء الشهداء هم تذكرت كلامك سماحة الشيخ قلت إنه هذا فراق مؤقت سوف تلتقون وياهم هذا فراق مؤقت. هؤلاء الأعزة الذين الآن فارقتموهم هو فراق مؤقت إخواني أعزائي هذا من باب التعزية لكم أن هذا الفراق ليس فراق دائم بل هو فراق مؤقت إن شاء الله أعماركم طويلة سرعان ما يلتقي الأب والأم والبنت والأخت والزوجة بهذا الشهيد السعيد الذي فارقوه لفترة محدودة ولكن الذي يهم أن هذا الإنسان الشهيد الآن في أفضل حالات الحياة وفي أفضل حالات السعادة التي يعيشها الآن فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة الحياة الكريمة السعيدة الحياة الهانئة الذي لم يتوقعها الحياة التي نعيشها من العزة والكرامة وحفظ المقدسات والأعراض إنما هي بفضل هذه الدماء وهاي الدنيا أختي سوف تلتقون بأولادكم إذا مو اليوم بعد السنة بعد 2 سنين إيش قد يعني فأرأسا هم ربطت كلامك ويعني من طلعت من منزل سماحة السيد الله يحفظه ظليت يعني ومن يومها أنا الله سبحانه وتعالى يعني نزل لي فد صبر يعني ورعايتكم الكريمة إنه يعني أنا يعني كل ما أجي ويعني أشوف رعاية أبوية من سماحتكم وحتى يعني مكتب السيد الله يحفظه من يعني من سمعوا إنه أنا والد شهيد رأسا دخلوني أول واحد يعني على سماحة السيد يعني هذا الموجودين هناك بالمكتب رأسا الطوني باي قال تفضل حج فأشوف إنه الحمد لله يعني أكو كرم وأكو عطف أبوي وأكو رعاية من سماحتكم وهاي أنتم أهلا لها صح الضغط كثير عليكم صح يعني بس أنتم آبائنا يعني شيخنا لأن إذا نضل على الحكومة نقول الله يكون في عونهم هم نقول الله يكون في عونهم ويهدينا ويهديهم جميعا.